الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه الوقفة درناها موازاة مع الوقفة اللي آخر وقفة درناها في 24/12/2021. هذه الوقفة اللي كان الأساس ديالها أنه تفعيل مخرجات 24/12/21 وضمنها تفعيل قرار السحب ديال المستفيدين داخل سوق المحامي تسعود، هل هي واقعية أو يعني وهمية؟ ولكن الحمد لله عز وجل لقينا بأن الواقع ديالنا السلطات المحلية مشكورة والسلطات الولائية والسيد الوالي مشكور في هذا الباب، وقف وشد باليد ديالنا كفئات مقصية وكبع عجائلين في المنطقة الحضرية المحاميد، ونصفنا وعطى التعليمات ديال المجلس الجماعي بتفعيل ما جاء ما تحمله، كنا في التحملات من قرارات السحب والإلغاء القرارات لهذوك المستفيدين، والعدد اللي وصل فات النصف، يعني جاي النصف أو فات النصف وتخلفوا، لان لو كنت تبلغوا كاملين المستفيدين داخل المحامي تسعود غادي يكون قرارات السحب يعني غتبلغ بها السوق ديال المحامي تسعود كامل. وهذه المبادره بصفتنا احنا كجمعيه تتناضل من اجل الباعه الجائلين وتدافع على الفئات اللي ما تمش الاستفاده ديالهم في السوق في قرعه المحامي تسعود وكذلك سوق بوعكاز، احنا تتبان لنا يعني خارطه طريق جديده، خارطه طريق جديده من كل النواحي ومن كل الجهات، لان يعني مي تتقول لي انا كاين سحب قرارات، كاين تفعيل ديالهم، كاينه واحد الفئه باغا تدخل، كاين غادي يكون مناقشات في توفير فضاءات من اجل احتواء الباعه الجائلين في منطقه المحاميد، يعني فتحتي لي باب، فتحتي لي مجال الحياه، فتحتي لي مجال التعايش، فتحتي لي مجال للحوار. يعني الحمد لله عز وجل هذا يعني ملي تنرجعوا وتنشوفوا هذا الشيء كله بالخطط يعني وبالسيروره وبالنهج المولوي الشريف وما جاء فيه الدستور ديال 2011، لانه اعطانا كفاعليه المجتمع المدني فتح لنا ابواب كثيره، واعطانا منها الباب 12 و13 و14 و15 وجا سيدنا الله ينصره اعطانا المقاربه التواصل وصلنا على المقاربه التشاركيه ما بين الادارات العموميه والمفاعليات المجتمع المدني والهيئات المنتخبه، هو اللي جعلنا نوصلوا حنا كفاعليه المجتمع المدني الى هذا الباب ونوصلوا لهذه النتيجه اللي حنا كنا تنتمناوها مده سنتين. هذه حنا دابا كجمعيه تتناضل على هذه الفئات اللي تم الاقصاء ديالها وما استفدتش لا في سوق بوعكاز ولا في سوق المحامي تسعود، يعني الحمد لله دابا بانت لنا واحد البشره، لان واحد الفئه منهم غادي ندخلها المحامي تسعود، واحد الفئه اخرى غادي ندخلها الفضاءات اللي غادي يتم المناقشه مع السلطه المحليه والسلطه الولائيه بمنطقه المحاميد، من اجل ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون هذه الفضاءات المتوفره وتحتوي هذه الباعه الجائلين، ونحدوا ولو حد بسيط من هذه الظاهره اللي هي ما تعانيش من المغرب وانما ظاهره عالميه. إيه؟ كما تنقول قلنا لكم على المشكره، كاين واحد تيجي تبيع تيجي عند رئيس الجمعيه او لا احد اعضاء الجمعيه تيعطيه 10000 ولا 15 ولا 20000 درهم ولا لا شي وتيشد من عنده وتيدخلو تعيد واحد باع جائل. هذا الشيء شوف هذه المنظومه ديال الباعه ديال الاسواق النموذجيه اللي تابعه فيها لوبيات، فيها ناس اصابع متحركه في الخفاء تتلعب في هذا الشيء. حنا الحمد لله حنا من هذا الشيء كله من رغم هذه الضغوطات ومن هذه التلاعبات اللي تلاعبوا وداروا اللي باو، الحمد لله باب التحقيق موجود، السلطة القضائية فاتحة التحقيق، السلطة الولائية مشكورة خدامة، السلطة المحلية خدامة، الهيئات المنتخبة لحد الساعة تتحاول قدر المستطاع والإمكانيات المتوفرة لها توفر يعني المقترحات والمشاريع اللي تناقشنا معهم ومن هذا المنبر. واليوم تأكد لنا باش نسدوا هذا الباب عن النصابة واللي تيحاول السواق تيقول لهم سوق الضاوي راه كاين، ما كاين حتى سوق الضاوي ولا يوجد اي مشروع داخل لا في المؤسسه الولائيه ولا في المؤسسه الجماعيه سميتو سوق الضاوي، ما كاينش. حنا من هذا المنبر تنأكدوه وتأكدوا لنا السيد النائب المكلف بالاسواق وكذلك السلطه المحليه بان ما كاينش سوق سميتو الضاوي، نفعلوا هذه الاسواق الحاليه بما فيها سوق المحامي تسعود، سوق بوعكاز، سوق امام مسلم يشتغل حتى هو، ونحد ونوفوا فضاءات لاحتواء الباعه الجائلين، وراه غادي تكون الامور ان شاء الله مزيانه. وما بركه عندنا تم هذا المنبر تنقول للمواطن المغربي او للبائع الجائل، تحرى على من بغيتي تكون، وعندك من الرشوه وعندك من التلاعب بك راه المال العام راه بركه عليه منه. السلام عليكم، تنشكروا قناه عبر على هذه الوقفه، هذه اللي وقفات معنا قدام المجلس. حنا اليوم كلجنه تسعادة اربعه القواس المطويه تحت لواء جمعيه مغرب الغد، جينا للمجلس ناقشنا معاهم تم تفعيل السحب نتاع القرارات نتاع اسواق السوق محامي تسعود محامي تسعود، وتنهنى الباعه الجائلين المقصيين بهذا الخبر هذا
لان المجلس، وتنشكروا المجلس على هذه الوقفه اللي وقفوا معنا وهذا الحوار اللي فتحوا لنا. هادو كلهم اللي قدام، اي انا ولد المنطقه وكنجنى عليهم. راه الناس القدام راه ما استفدوش، راه استفدوا غير هكا وهكا. اللي جا حط 6 شهور 3 شهور، الناس ضاربه 18 عام 16 سنه الحرفه، ما استفداش وما مستفداش. وكاينين حريفيه ما استفدوش، وقع تلاعبات في سوق بوعكاز في المحاميد سعود، وقعوا تلاعبات. ناس قدام مقصيه اراميل، ناس كبار هما جاوا معايا، ناس كبار هما عيالات هما اراميل، ناس كبار ما استفدوش وتيستحقوا حريفيه وتيحطوا. وكاينين اللي ما حريفياش، وكاينين اللي عائله استفدت فيها 5 الاخوت ولا 6 الاخوت ما حريفياش واستفدوا. وكاينين كاع اللي استفدوا باع، دابا راه مبيوعين 6 البلايص في بوعكاز، وعندنا السميات وعندنا كل شيء. الرحمن الرحيم، كنشكروا قناه عابر على هذا المجال اللي جات عندنا اليوم المجلس البلدي. انا موعدنا، انا الشخص اللي كنفرش في القواس البوغاز، انا من 2006 كنت كنفرش في القواس، 2006 كنفرش في القواس. وحنا راه ابعنا على الجد في المحاميد، باقي المحاميد باقي فيه الزيتون والشجره، فيه لا ظلامه، وحنا الساكنه ديال المحاميد، وكنا كنخدموا تنخدموا في القواس. جات واحد الفئه ركبت على الموجه، ركبت على، كاين اللي جا خدم 3 شهور واستافد، كاين اللي عنده محلات وعنده ديور وعنده الملك واستافد، وكاين اللي استافد سكنيه واحده اخرى فيها 6 5 وماشي ابناء مراكش، ماشي ابناء منطقه المحاميد. هو راه تجينا قاصحه بزاف لواحد الدرجه ما تصورش، ولكن حنا تنصبروا وتنجتهدوا وتنقلبوا على ما نجيرو. ولكن تجي واحد الناس اللي تركب على الموجه، هادشي اللي كاينه.